شهد القس أندريا زاكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر وضع حجر الأساس لكنيستين جديدتين بمحافظة المنيا، إحداهما في مدينة المنيا الجديدة والأخرى في قرية زاوية السلطان التابعة لمركز المنيا. وقدم القس أندريا زاكي الشكر للرئيس السيسي مؤكدا تقديم كافة التسهيلات للبدء في إنشاء الكنيستين ومنح قطع الأراضي بالمجان. هذا وأشار القس أندري زاكي إلى منح الدولة أكثر من 25 قطعة أرض للكنائس الإنجيلية في الأعوام القليلة الماضية. بنضع حجر الأساس للكنيسة الإنجيلية في مدينة المنيا الجديدة. بنتقدم بالشكر للدولة المصرية على رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطاء قطعة أرض لبناء كنيسة في المنيا الجديدة. إحنا بنشهد قد إيه مجتمعنا في تطور. أنا كما أشرت في السنوات القليلة الماضية أكثر من 25 قطعة أرض أعطيت من الدولة المصرية للكنائس الإنجيلية بمختلف مذاهبها على مستوى الجمهورية، واليوم احنا بنحتفل بوضع حجر الاساس. بنشكر ربنا وبنشكر الدوله المصريه، بنشعر بسعاده وبسلام عميق ان كل مواطن في مصر عنده امكانيه انه يتعبد وان يكون له مكان للعباده، وده شيء رائع بيتسق مع رؤيه الدوله المصريه لحقوق الانسان وحقوق المواطن. بنشكر رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي على ما اعطانا قطعه ارض اللي ادهانا جهاز المنيا الجديده، واحنا فرحانين جدا لان هنبني كنيسه انجيليه عشان الشعب الانجيلي يتعبد فيها ونكون مبسوطين وفرحانين بالمكان اللي احنا فيه حاليا.